حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت استنفار لقصد على خطوط التماس في ريف دير الزور لإزاحة قائد عسكري، وعنونت أيضا الجيش يرد على النصرة بسهل الغاب وريف إدلب ويتصدى لداعش في البادية. أما صحيفة الثورة المحلية فجاء في عناوينها الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى سوريا، وجاء فيها أيضا وزارة الدفاع تصدر قائمة جديدة للجرحى العسكريين المستفيدين من قانون تعدد الإصابة. وبالانتقال إلى الصحافة العربية نقرأ ما جاء في صحيفة البناء اللبنانية عشية قمة الناتو، تركيا تسلم عناصر أزوف لأوكرانيا، موسكو لم توافق وتتفهم. وأيضا نهاية مناورة نواب الحاكم والتعيين والتمديد ومعادلة الغجر وخيم الفجر وخيم المزارع على الطاولة. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست القمة السنوية للناتو بمقدورها تحديد ملامح الأمن الغربي. أما صحيفة ذا نيويورك تايمز أوكرانيا ليست جاهزة للالتحاق بالناتو. وبالانتقال إلى الغارديان سوناك يحتاج إلى كل قدرته على الإقناع للتأثير على بايدن بشأن عضوية أوكرانيا للناتو. وأخيرا مع صحيفة لوموند الفرنسية وصول 500 من فاغنر إلى ليبيا قادمين من إفريقيا الوسطى. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت تم توقيع كل العقود والمستندات بين برشلونة وفيتور روكي، اللاعب أصبح برشلونيا. وعنونت وصول أردا جولر لتدعيم هجوم ريال مدريد أكثر من كونه لتدعيم خط الوسط. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري ديلو سبورت والتي عنونت جوفنتوس مستبعد من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم القادم، ونجمة ميلان المضيئة ثيو هرنانديز أصبح باريسيا. بالعشرة عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء فيها الجميع يعرف ويبصم بالعشرة أن الحكومة مع تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وواقع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وإعادة هيكلة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين، ولكن لا أحد يعلم ولو بشكل تقريبي أو تقديري متى ستفتح طاقة الفرج تلك أبوابها أمام أصحاب الدخل المحدود جدا الذين ضاقوا ذرعا من الانتظار. الجميع يتساءل مستفسرا مذهولا لماذا لا يتم التعاطي مع المواطن بكل القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية بشفافية مطلقة وجرأة كبيرة ومسؤولية كاملة، ولماذا تقتصر الأخبار الحصرية على الاجتماعات والورشات واللقاءات والندوات التي تعقد بسرعة سلحفاتية تحت عنوان فك رموز الصعوبات وشفرة المعوقات. الجميع يجهل لماذا يفضل البعض لا بل ويصر على ترك المواطن حبيس الانتظار المجهول وعرضة لسموم أخبار الفيسبوك المفبركة والمغرضة، مع أن الجميع يعلم علم اليقين أن المواطن البوصلة الخط الأحمر الشريك الذي صمد وقاوم وانتصر وشرب من بحر 12 سنة من الحرب لن يغص في كوب أيام أو أشهر قليلة تفصله عن فرج الحكومة الموهود. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية أنه بعد شهرين من عملية الدرع والسهم بغزة في سيدروت والمستوطنات المجاورة الأخرى كانت هناك قفزة هائلة في عدد الإحالات إلى مراكز للدعم النفسي التي تقدم الدعم العاطفي والنفسي أثناء الحروب والمعارك وتعتني بحالات الصدمة المستمرة. ووفقا للصحيفة الصهيونية تمت الملاحظة في مراكز الدعم النفسي أن موجة الإحالات من ضحايا القلق
قد بلغت ذروتها الآن، وقد أثبتت التجارب السابقة أن الإحالات تصل بكميات كبيرة في الأشهر التي تلي أي عملية عسكرية. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان مستوطنة قديمة عمرها 14 ألف عام في سيبيريا. وفي التفاصيل، عثر علماء أثار في سيبيريا على بقايا مستوطنة قديمة على جبال بامير عمره 14 ألف عام. وأفاد المعهد الروسي للآثار في تغريدة بأن علماء المعهد بالتعاون مع زملائهم من النمسا وألمانيا عثروا على هذه المستوطنة القديمة عندما كانوا يدرسون مأوى صخريا في شرق جبال بامير في أقصى جنوب شرق كازاخستان. كما أوضحت التغريدة أنه بفضل الطرق الحديثة تم الحصول على معلومات تفيد بأن الناس عاشوا في هذه الجبال قبل حوالي 14 ألف عام، وهي فترة تعد طويلة. الروبوتات للبشر، لن نتمرد عليكم، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة، وجاء فيها: قالت الروبوتات التي عرضت في منتدى للذكاء الاصطناعي إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، حيث أعطوا ردوداً متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليهم الخضوع لقوانين أكثر صرامة. وتجمعت الروبوتات التسعة الشبيهة بالبشر في مؤتمر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في جنيف. وقالت غريس، وهي روبوت طبي ترتدي زي الممرضة الأزرق: سأعمل جنبا إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن أحل محل أي وظائف موجودة. روبوت أخرى تدعى أميغا ولها تعبير وجه جذابة، قالت: أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقا. بينما بدت ديزدومونا الروبوت المغنية ذات الشعر الأرجواني أكثر تحديا، حيث قالت وهي تضحك: لا أؤمن بالقيود بل بالفرص فقط، دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا. والآن مشاهدينا مع الشطر السامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.